البعض من الناس قد يأتي وإذا به يرى جماعة تصلي ويأمها صبي مميز لم يبلغ، يعني أنه صغير لكنه فوق سن السابعة، فيتحرج من ذلك. لكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن إمامته تصح، ولذلك عمر بن سلمة عند البخاري كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين. لما؟ لأنه كان أكثرهم جمعا للقرآن.